معنى الصبر هذا المعنى يعني الحقيقة يعني تعجز الكلمات عن أن تصف هذا المعنى. يعني ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد الكثير من الأمور التي أصابته صلى الله عليه وسلم وصبر عليها، فكان مثالا وقدوة لنا في الصبر. فمسألة الصبر شيخنا، كيف يمكن تعريف الصبر؟ الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، في مثله في مثله، وكذا دوليت صمدا في صمة بدوامك، مع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فاكتبنا معهم من الحامدين واكتب لنا مثل وعدد هذا الحمد، حتى نكون أكثر خلقك لك ذكرى وأعظمهم لك شكرا وخشية وعندك قدرا وأجرا. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها وحققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها. آمين يا رب. وجعلنا أحق بها وألاه كما قلت، وقولك الحق منة منك وكرمة، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وحط به علمك ووسعته رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، ملء أرضك وسمائك وما بينهما، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، وهكذا دوليك صمدا في صمد. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم عليه أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإنا نؤمن على صلاتهم وسلامهم، فاكتب لنا معهم من الصلاة والسلام عليه عدد ذلك في مثله في مثله وكذا دوليك، حتى نكون أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، ونكون بمنك وكرمك أقرب خلقك منهم مجلسا يوم القيامة، اللهم أمين. وبعد، فالصبر الصبر أي نعم أحد الجناحين، أحد الجناحين اللذين يطير بهما ويسير بهما العبد إلى الله عز وجل. أي نعم. الجناح الأول الصبر، والجناح الثاني الشكر. وكثيرا ما يقرن المولى عز وجل بينهما، يقول تعالى في أكثر من موضع إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي نعم. صبار صيغة مبالغة على وزن فعال، أي كثير الصبر ومتنوع ومتعدد الصبر، يصبر على الشدة ويصبر عند الشبهة ويصبر عن الشهوة، إلى آخر هذه المعاني والمجالات للصبر. والصبر ذكره الله تعالى في كتاب الكريم في ما يربو على 90 موضعا، ما يربو أي يزيد، والربا الزيادة، ما يربو على 90 موضعا في كتابه عز وجل، يأتي مقرونا بالشكر، يأتي مقرونا بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وكذا. وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا يتحقق امتثال العبد لتكليف من التكاليف امتثالا للأمر أو اجتنابا للنهي إلا بالصبر. ومن هنا كان الصبر في أبرز معاني في اللغة الحبس، يعني حبس النفس على الطاعة حتى تتم، حبس النفس عن المعصية حتى لا يقع فيها، حبس النفس على يعني قضاء الله. ولذلك هذه أنواع الصبر، صبر على الطاعة حتى تتم، صبر على المعصية حتى لا يقع فيها، وبعد صبر على قضاء الله، وصبر على قدر الله تبارك وتعالى، قرابة 90 موضعا أكثر وهكذا. ثم بعد ذلك يعني لو نظرنا إلى سير الأنبياء والمرسلين وهم صفة الخلق وهم في مقدمة من أنعم الله عز وجل عليهم، المسلم والمسلمة في جنبات الأرض في القارات الست يدعو ربه كل يوم يعني 17 مرة على الأقل، لو صلى الفرض فقط يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ ويطلب المسلم كل يوم أن ينظمه في سلكهم. قال تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
رتبهم ترتيبا تصاعديا من الأقل إلى الأكثر وكذا. وننظر لسير الأنبياء وهم الذين جعلهم الله تعالى قدوة لرسوله، فقال أولئك الذين هدى الله في هدى مقتده. وتجسدت وتجمعت هذه القدوات الموزعة في الأنبياء، تجمعت في الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان القدوة والمثل الأعلى والحزوة. يقول تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله اليوم الآخر. انظر إلى بعض الأنبياء، أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا أيوب عليه السلام. وكذلك لما تنظر إلى أي نبي من الأنبياء، كل يقول تعالى: كل من الصابرين، كل من الصابرين. سيدنا يعقوب عليه السلام لما فرق بينه وبين أبنه وبين أبنه يوسف حتى بيرض عنه من الحزن، يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبالمناسبة يرد الصبر في القرآن الكريم مقرون بهذا الوصف: الصبر الجميل والصفح الجميل وهكذا. وجمال الصبر يكون مع عدم الشكوى، أي تتحمل وتتجلد وتتماسك وتتمالك ولا تشكو. أتشكو الخالق للمخلوق؟ يبقى الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه بحال من الأحوال وهكذا. نعم.